متهم بتعمد إثارة الجدل والبلبلة، التمثيل على الهواء والتصرف بتصرفات وألفاظ غير لائقة باسمه وتاريخه وغير لائقة على الشاشة لإثارة الانتباه. يا فاطمي على هالسجة الوالد واجيكم والشعب راح يستجيب بهاتكم على هالسجة الناقصة يا ناقصة. بدأ مسيرته الإعلامية الطويلة سنة 77 من خلال برامج الأطفال، وانتقل بعدها لعدد من البرامج الاجتماعية والعاطفية عبر الإذاعة، واللي كانت تهتم بمشاعر المرأة ومشاكل العلاقات، وكان نوع البرامج هذا غير مطروق قبلها، فقوبل بنجاح كبير وعدم تقبل من ناحية أخرى. مسيرته الإعلامية عدد من النقلات اللي بدل بيها جلده، وأهمها نقلته من الإذاعة للتلفزيون وظهوره على الشاشة لأول مرة. انتقل بعدها للبرامج السياسية والبرامج الاجتماعية، وبسبب جرأته صدم الناس من جديد، فصار أحد أهم الأسماء المتابعة بهذا المجال. ماجد سليم يمثل حالة خاصة بالإعلام العراقي وكاركتر صعب يتكرر. سمعوا يا ناس، الناس مسؤول بدي اساعدكم 2000 دينار 2000 دينار يا شعب. من هو هذا؟ شو اسمه ويا من؟ شهداء وعوائلهم وظيفة سابقة مضافا إلها الآن. لله درب. هاي الحقيقة يا أخي. هاي الحقيقة يا ولاد. الإعلامي الكبير ماجد سليم سبع أرواح. مرحبا استاذ ماجد. اهلا وسهلا فيك. مرحبا بسبع ارواح. اهلا وسهلا بك واهلا بكل متابعي موقع سبع ارواح. ليش سميته سبع ارواح؟ سأحزرح بك ليش. فاليوم حسيت نفسك بسبع ارواح؟ انت تشتغل بمجال خطر خلينا نقول. نعم. شو وقت حسيت نفسك بسبع ارواح؟ هواي يعني هواي اكثر من يعني 4-5 مواقف مهمه يعني حياتي. تم تهديدك قبل؟ مو تهديد، لكن تعرضت الى المكان اللي اعمل به تعرض الى هجوم، يعني هجوم كبير جدا، والله سبحانه وتعالى قدر يعني. فيقول سبع ارواح يعني فعلا. الانتقاله من الاذاعه للتلفزيون ايش قد فرقت وياك؟ انت مشهور من ايام الاذاعه، وانت من الاذاعيين القلائل المشاهير يعني، صحيح هذا الشيء مو؟ يقولون تمام. ليش انتقلت التلفزيون وانت اصلا عندك اسمك بالاذاعة؟ التلفزيون مرحلة لابد من يعني تحصيل حاصل؟ شئنا ام ابينا. التلفزيون مباشرته يعني وخطورته اكثر من الاذاعة. الاذاعة يعني ما تسمع الاذاعة المستمع يشعر انك حاكي فقط اليه، لكن التلفزيون لا، العامة حاكي يعني شرائح مختلفة واعداد كبيرة من المتلقين. فلابد من، ما اقول شر لابد من، هو شر يعني، بس شر حلو. شر ممتع. متهم باثارة الجدل وتعمد اثارة الضجة والجدل ببعض حلقاتك،
يعني مثلا سويت واقع انك خلعت حذائك على الهواء بسبب احد المواقف، شنو كان قصدك من هذا الموضوع؟ هو كان اثار نقد هوايه هالشيء. اي نعم اثار نقد واثار ضجة، يعني هذا اقل ما اسويه ب وجه الاحتلال الاسرائيلي ومناصري اسرائيل ومؤيدي اسرائيل، لانه انت مهما تقول ما ممكن ان ترضى ب يعني ناس مغتصبين أرض هي مو عنصرية، لكن احنا فتحنا وطنية. فتحنا عيننا انه هو تحرير فلسطين. هو مو كان ممكن انك تعبر عن رايك بطريقه مناسبه للتلفزيون اكثر؟ هي مرات تيجي، هي من تيجي يعني مثل صراحه افتعلت هذا الشيء صار لا طبيعي. ماكو يوم من الايام انا مفتعل موقف تصدق، بالعكس مرات الولد يعني الكادر يقول لي استاذ ماجد قبل ما تدخل للجو أريد منك تكون هادي، أقول ممكن هادي ونتفق وكلام، لكن شوف حالة معينة يعني خليك بشكل آخر يعني، فمو ما أفتح على بل. تم تهديدك من جهات سياسية؟ لحد الآن لا، ماكو شيء. من يهدد حياتك؟ ما حصلش يهدد حياتي مستحيل، يعني عد ما أسير بالاتجاه الخطأ أنا أشعر نفسي مهدد، بس ما زال أنا مع الحق. يعني دليل ذلك يعني شقد أتناول يعني مواضيع، شقد أنتقد حالات، لكن لحد الآن ما حد هددني ولا واحد قال لي ليش أنتقدني. ليش؟ يعني حتى اللي أنتقدهم هم يشعرون إنه أنا بالحق، يعني مو فد شيء جاد. أكو ناس تقول اليوم ماجد سليم عنده ظهر، عنده ظهر قوي هو اللي بيخليه ماشي بدونه. يعني الله سبحانه وتعالى فعلا، لكن كشخص كجهة سياسية ابدا، وانا بعيد كل البعد عن السياسة، ما لي علاقة نهائية لا متائدة لا سابقا ولا حتى. زين، ايضا انتقدت احمد البشير. نعم احمد باحدى حلقاتك قلت نعم. انه هو برا فيحكي اللي يريده نعم. واحنا جوا لو يعني لو بيه خير يجي هنا يحكي. صحيح، هو رجل تقبل هذه الحالة، هذا شيء يحسب إلى أحمد البشير. أحمد البشير إنسان راقي جدا، برنامج خطر جدا، رغم شغلات شوية مرات ربما ما تتناسب مع واقع مجتمعنا، لكن هو كمجتمع كبرنامج هادف وأرض أيضا أقولها، أحمد البشير لو في بغداد ما يحكي 1% من الحكي اللي أنا أقوله، احمد او انور او اي مقدم برامج. مقيد اليوم الاعلام العراقي؟ اكيد. انت مقيد؟ انا ما مقيد لانه اعتمد الحقيقه. منو اعداك؟ اذا قلت لك عدو لك بالاعلام ما تتفق وياهم اعلاميا مو انسانيا، ما تتفق ويا ارائهم؟ اللي يبتز ويستفز. اريد اسم. لا اسمع، يعني مثلا دكتور نجم الربيعي كان ضيفي، قال انا ما اتفق ويا انور الحمداني واسلوبه، مع انه هو وياه بنفس القناه. هو راي نجم. انت شنو رايك؟ لا رجل انور هذا اخذ خط معين وعلى عليه متابعه، الى متابعين والى جمهور. اكو نظريه تقول اي شخص عنده متابعين معناه هو ناجح. اكيد، لانه والا ما اثر بهذا العدد الكبير، يعني معنى هذا جزء يعني سلبا ام ايجابا فهو اكو نجاح. ترى لازم عليك يعني اكو اشياء اني احبها يجوز انت ما تحبها، فانا اعتبر حالها سلبيه، اعتبر حالها ايجابيه، لكن بالنتيجه اني اتابع وانت تتابع. فهذه انت من المناصرين مقوله ما يهم يعجبهم او ما يعجبهم، المهم اذا يشوفون ببرنامجك. لا اكيد، انا الهدف يعني انه يعجب الكل. الهدف انه اني اعبر عن الكل، أعبر عن معاناة الكل، ما أدخل حلقة إذا ما عندي هدف معين أو رسالة معينة. إذا حكينا عنك كإنسان، أصعب موقف مر بحياتك شنو كان؟ هواي. مثل من تذكرت تنقبض؟ يعني هو مسألة الهجوم اللي تعرضنا له من قبل يعني 80 شخص كان وقت مسلحين، وإحنا في مكان ما بين 12 واحد، يعني يأثر بك هذا الشيء؟ نعم. إذا أولادك اختاروا الإعلام راح تساندهم لو تدعمهم؟ أي نعم، ودليل ذلك إنه ابني مصطفى يعني لا
الان يقدم برامج في راديو وتلفزيون حديث يعني في موضوع تقديم برامج في ساند دانس يعني من عنده عنده موهبه يعني. تحب التلفزيون اكثر ولا الاذاعه؟ الاذاعه. ليش اليوم انت بعيد عنها؟ لان التلفزيون مهامها عفوا مهام التلفزيون اكثر مشاغل التلفزيون اكثر اعداد تهيئة امور كثيره يعني ما تسمح لك انه يعني شيء اخر ياخذ وقت. شو كنت تعتزل؟ ما زال انا موجود على وجه الحياه على قيد الحياه عفوا ما اعتزل. ما تعتزل؟ ما اعتزل. شنو طموحك بهذا المجال؟ وين تريد توصل؟ يعني طبعا انه البي مطالب الناس واعبر عن ما في داخلهم اي انجاز يتحقق فهذا كسب لي. اذا قلت لك روح توجه لها كلمه على الكاميرا تكون تختار شخص ميت عايش براحتك توجه له كلمه. ابني الشهيد يعني علي يرحمه. شلون استشهد؟ استشهد في حرب داعش منطقة ليش. كل يتذكر الموقف اللي حكيت حضرتك بالتلفزيون عنه بإحدى حلقاتك. استشهد ابنه علي ماجد سليم مؤخرا واتجهت كل الأضواء عليه كأب وإنسان وتعاطف وياه حتى كاره. وأنا شفته قبل يعني قلت له قبل ما يعني يواروه التراب يعني قلت ما أريد أشوف النظرة الأخيرة إلي يعني أنا وأمه يعني فتحنا التابوت. تعرف حضرتك الشهيد لا يغسل ولا يكفن. شفته بملابس المعركة كان لابس ملابس عسكرية كان قال يشمار ووصله شاد على راسه وبإيده أيضا شاد وصله يعني كأنما نظر يعني نظرة وداع. حسيت عيونه نظرة إلي والأمة نظرة وداع. هذا الموقف أنت ابنك ما راح تشوفه أبد يعني فلذت كبدك. هذا من أصعب المواقف لكن بداخلي قلت لا العراق أغلى من ابني العراق أغلى من أهلي العراق أغلى من عشيرتي. في كل حلقة في كل موقف في كل مناسبة يعني ابنك ما يروح عن باله. كيف إذا كان بطل يعني؟ قد أخذ منك وراح؟ وأخذ يعني أخذ جزء من صحتي وأخذ جزء من اهتمامي يعني. إذا دي سمعك شو تقول له؟ أقول الله يرحمك بلد انتصر إن شاء الله بدمك وبدم الرفاق الشهداء. وتحية سلام روحه. تحية لك. شكرا جزيلا استاذ ماجد. شكرا وشكرا لسبع ارواح ومن احنا كل سعيدين بوجودك. شكرا جزيلا استاذ.